حزب جبهة التحرير الوطني مش منتشر إلا في الجزائر. لو تروح لجنوب إفريقيا كيسقسوك على الجزائر يسقسيوك على فلان، تروح للبرازيل كيسقسيوك على الجزائر يسقسيوك على فلان، تروح للاشين كيسقسيوك على الجزائر يسقسيوك على فلان. فرنسا مازالت غصة في قلبها حتى بعد 57 سنة ما نساتش الهزيمة، هزيمة رجالات جبهة التحرير الوطني، ونفتخر بذلك. واليوم يعني من صلبنا ومن مجتمعنا إذا كان حزب بهذا الحجم يهاجم ويدعو حتى للتخلص منه أو حتى المحيو. الحزب فيه مناضلات ومناضلين يدافعوا عليه، وهما اللي يرفعوا علمه ورايحين يرفعوا علمه، واللي معول بإزاحة حزب جبهة التحرير الوطني يهزوه ويحطوه رئيس. لا، لم يتعدى في هذا الوقت على حزب جبهة التحرير الوطني فقط، بل راهو يحاول يتعدى حتى على صوت الشعب. هذا هو حزب جبهة التحرير الوطني.